محييكم عبر شاشة تلفزيون لبنان، راح أكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول الهنا. أهلا وسهلا فيك هدى، كيفك؟ أنا والست هدى اليوم رح نساوي برياني بالدجاج، والأكلة رح نهديها للست جوليات يلي موجودة بهولندا ويلي هي أساسا عراقية. والأكلة يلي هي برياني بالدجاج هي أكلة هندية بامتياز، ولكن دول الخليج صاروا يتداولوها وصارت من الأكلات المهمة عندهم. يعني بنشوف شو بقى نشتغل بالأول. أول شيء بدنا نعمل نقعة، يعني لازم تنقع فيها الدجاج أو اللحم قبل 6 ساعات. وهي منشيل اللبن اوكي، رح نحط البهارات. اوكي مش كلهم، اول شيء اهم شيء الزنجبيل، هيدا يلا شوية كركم. هلا نحن رح نحط نص شوي 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 في صغير. لا 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 الاكل ايه يا وين، كمان كركم بودرة الكاري هون هيل ناعم أو بيكون حبة هيل منحمصها ومستعملها. أوكي وهون بهار أسود حلو نتفة صغيرة، يعني ندق الثوم، حط شوية ملح. بدك تحط شي من هون؟ ايه كمان كراو يا كمون، وهي بابريكا، هي الثوم ندقه. حط معه شوية ملح، ومناخذ اتصال. انا ما عادش تحطي هون ايه بهار ابيض، ليش؟ لانه انا حطيت ملح بالثوم. ناخذ اتصال. الو الو الو، بونجور بونجور شاب انطوان. بونجورين، يا اهلا وسهلا. معك مدام مفرج، في شغله بدي اطلبها منك اذا بتعمل معروف. تكرم عيون. في ورق عريش، نعم، واولادنا كلهم ببرا، نعم، بدي كيف بدي اخلي لهم اياه هون تا يجوا يفلوا باخر اب مثلا؟ عملنا حلقه عن ورق العريش، ولا كيف بعدهم بيجعلوا انه عملناهم بالقزاز المرطبين او باناني البلاستيك الصغار بهالشكل. رجع فوتي على اليوتيوب وفوتي تلفزيون لبنان شيف انطوان طريقه حفظ الورق العنب وبيبين عندك. تكرم عيونك. تكرمي مدام. هلا نصها وبنحطهم عندك. جيبي ملعقة تعملي معروف للدجاج. هي الثوم. وهلا بدنا شقفة زنجبيل ناعم اذا ما توفقتوا بزنجبيل طازة. حط بودر. بودر. الشرة
ومناخد اتصال. الو الو بونجور. بونجورين شيف أطوان. نعم. بدي يعطيك العافية. الله يعافيكي. أهلا وسهلا فيكي. شيف أطوان، بدي أسألك عن الكعك بينسون. نعم. التنين حضرتك عملتها. نعم. أنا عملتها بالبيت، طلعوا كتير طيبين، بس سؤالي هو هن بيطلعوا طرايا مثل الكعك بحليب؟ ايه بيطلعوا طرايا. نعم. في عندك هيدا الروسيت تبع الكعك بينسون اللي بيجوا شوي بيقرشوا يلي بيشتروا من المحلات؟ تكرمي. عمول معروف، في عزبك بالروسيت؟ ايه تكرمي عيوني. ميرسي شيف أنطوان، يعطيك العافية. تكرمي. هيدا الزنجبيل ناعم. بنحطه كمان مع اللبن. بنشيل قطع الدجاج وبننقعهم باللبن. نحط زبدة. هلا هاي النقعة يفضل من عشية لبكرة، بس يلي مستعجل ثلاث ساعات بيمشي الحال، أربع ساعات. بس أصولا برجع بقول بدأ من عشية لبكرة هاي النقعة، إن كانت برياني بالدجاج أو باللحم أو بالسمك بهالشكل. بنغطيها وبنحطها بالبراد. بس برجع بقول اقل شيء 3 ساعات 4 ساعات. هلا نغسل الرز. رح بلش بالبصل. بصل ومناخذ اتصال. الو الو بونجور شيف أنطوان. بونجورين. يعطيك العافية. الله يعافيك. معك سمر من جونية. يا أهلا وسهلا فيكي سمر. شيف أنطوان، بدي اياك تعلمني كيف نعمل شانكليش بالبيت. يلا تكرم عيوني. شكرا. تكرمي. طريقة سهلة. هي البصل. شو السؤال شايف التاني؟ شنكليش بالبيت. بالمنزل. ناخذ اتصال. الو الو بونجور شيف. بونجورين. كيفك؟ كتر خير الله. سلامتك يا عمي. سلامتك. تسلمي كلك ذوق. بس بدي اعرف اذا فيك تعطيني هلا، بدي اكبس شوية لوبة بمرطبان، كيف بدي اعملهم؟ ايه تكرم عيونك. تكرم. بدي اكبس لوبة. ايه ايه بمرطبان. تكرمي عيونك. تكرمي. خلص يلا اسمعيني على التيفي اعملي معروف. هلا بعد شوي. حط زيت. جيبي شاطة اعملي معروف من تحت. هي بدك لون ولا مدور لون؟ هي ايه مفيش.
نعتبر قطع 12 ساعة. نحط طحين وبناخذ اتصال. الو الو، نهارك سعيد شيف انطوان. نهارك اسعد. ايه معك مدام عناني. اهلا وسهلا. ايه عم نصلي وندعي لك الله يشفيك. تسلمي كلك. ولو انه ما بدي خليك تحكي كثير، بس بدي اطلب منك كيف نعمل دبس الحصرم. دبس الحصرم. ايه تكرم عيونك. يلا حسكر التليفون واسمعك من التلفزيون. يلا تكرم عيونك. أوكي. شكرا لك. تكرمي. ايه رح خليهم هون. خلي مش هاي الساعة. أنا. اه اوكي اوكي. بعد شوي. خلي احمر. بس شو صار فيه هون. نحطهم. فوق البصل قسمنا الثوم اثنين، قسم مع الدجاج وقسم هون. يلا بلش. نرجع زنجبيل. ناخذ اتصال. الو انطوان. الو الو بونجور شيف انطوان. بونجورين. يعطيك العافيه. الله يعافيكي. اهلا وسهلا. معك مدام كرم من الدكوينه. ايه اهلا وسهلا فيكي. بس بدي اسالك، مصل اللبن فينا نعمل فيه حلو ولا نعجن فيه ولا نعمل فيه شيء ولا لا؟ بلا، فيك تسوي فيه نموره. نموره؟ نعم. طب تعمل معرف، فيك تعطيني الطريقه؟ ايه تكرم عيونك. كلك ذوق. ميرسي كثير، يعطيك الف عافيه. تكرمي. حط الزنجبيل. فليفلي حر حمراء، فليفلي حر خضراء، وهوديك بستعملهم كرمحل. هلا ما بده حر، ما بيحط، بس هي وصولا بده حر. حر شوي يعني مش كتير. شوي حر شرفت. وبناخذ اتصال جديد. الو. 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 نموره بمصل اللبن، نص كيلو سميد، كبايه طحين فرخه، ملعقتين ونص كبار سمنه او زبده، سكر كبايه ونص، بيكون باودر ملعقه صغيره ونص، بنخلطه كلهم سوا مع بعضهم، نعجنهم بمصل اللبن. واذا ضل بنا شوي صغيرة لينعجنوا
كانوا المصلات قليل بنضيف لهم شوية مي لتصير عجينة شوي رخوة. نجيب صينية بنحط فيها طحينة برجع من بعد الطحينة بنحط هالمزيج عليها بهزة لتاخد شكل مالس بزيحة تزييح شكلي وبضيف عليها مقطعها تقطيها كمان شكلي ضيف عليها فلقة لوز أو كاجو أو صنوبر برجع بريحها ربع ساعة دخلها على الفرن بدها نص ساعة إلى خمس دقايق نرجع منشيلها من الفرن بغمق الزيح على الكعب يفضل ما تكون الصينية تفال مشان ما ننزعها أو تفلون نرجع فوتها سبع دقايق تنشف كون حاطت على النار ثلاث ارباع الكيلو سكر حاطت معه كبايتين ونص ماي شيليهم هاو حطيهم فوقهم اتركها ثلاث ساعات بيطلع عندي النمورة دبس الحصرم بنعصر الحصرم بنعصر الحصرم حطه على النار حط فيه ملح خشن لكل خمس كبايات عصير حصرم مصفى حط معه ملعقتين كبار ملعقة شوربة ملح خشن بغليهم على النار 20 دقيقة برجع بعبيهم بقنانة صغار أو مرطبين صغار بغليهم بالماء بطنجرة ربع ساعة بيقعدوا عندك سنة تكرم عينك وأهلا وسهلا فيك يلا حطي هودي هون عم نحط زعفران هودي عصفر نعتبرهم زعفران بدهم زعفران أصلي أوكي يلا نضيفي لهم كبيتين ماء ومنحط معهم قبل لومي حبة لومي ورقة غار من عندي هي ما بدها والعود قرفة من عندي ايه وعود قرفة من عندي يلا حطيهم اوكي نحط كبايتين مي يلا بعد 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 كمان يلا هون ننقلها على نار قوية لتغلي بهالوقت منحضر اللايطة للناس يلي تنقطع عندهم كهرباء الساعة 4 الاشتراك لأنه الكهرباء ما عم تشوفها منشوف المقادير قبل ما تروح عندهم كهرباء الاشتراك
شفنا المقادير. لوبيا بالمرتبين. أول شيء اللوبيا هلا على عز موسمها. إلا حرام هالعاصفة، نتأسف مع كل اللبنانيين اللي زارعين وجتهم هالعاصفة القوية رزعت لهم مزروعات، لحتى الفواكه اللي بتطلع عنا انضربت. منقلن الله يعوض، بس قديش بيضل يعوض على اللبناني؟ ايه ما بكفي اللي فينا. ايه هلا اللوبيا اول شيء بنقلمها، فينا نتركها بطولها وفينا نكسرها بالنص مثل ما بدكم. بحط مي مغليه على النار، ملح، بغلي اللوبيا 5 دقايق، بشيلها ببردها تحت المي البارده فورا، بجيبها بصفها بمرتين بحشرها مزبوط. بحط لكل كبايه مي ملعقه ملح مش مليان كتير، وبحط المي المملح عليها، بسكر البرنتين وبيهدي عندي سنه. اما الشانكليش البيتي هون غلي، بس تغلي بنزيحها على نار خفيفه ومنحركها حركه واحده اعملي معروف. نتركها تستوي على نار خفيفه ونغطيها. شانكليش البيت، لتر حليب على النار، بنخليه ليفور، يعني يجي ليفور، مش يفور يكب على الارض يقولوا هيك ايه الشيف انطوان، لا يجي ليفور. بيكون عندي 1.5 كيلو لبن، لبن رائب مثل هذا اللبن، بجيبه وبسقطه فورا فوق الحليب يلي عم بفور. هاي طريقة سريعة معلمكم، وفي أسرع كمان. وبطفي النار، بتركها بيمصل الحليب عن اللبن وبيطلع معي شقف قريب للجبنة، بشيلها بعصرها بعصرها، أو بحطها بالأول بمصفاية وبرجع بعد شو نص ساعة بعصرها، بخلط معها زعتر ناشف على الحل مع بودرة البابريكا الحلوة مع شوية ملح، بدعكها معها، بعملها كرات، بلتها بالزعتر ناشف المطحون، وبحطها بمجرى هواء 8-9 أيام. بعدين إذا كانت كبيرة بدي 14 يوم، هيك 8-9 أيام، بشيلها فيي حطها بكيس وقطع عنا الهواء، وبتنحط بالبرادات وبتهدي 3-4 أشهر، وفينا نحطها بالبراد بتهدي 15 يوم. ونقلكم ألف صحتين على الشانكليش. بيتقدم الشانكليش بفرم مع بصل ناعم، بندورة ناعمة، بقدونس ناعم، زيت زيتون، وبيتقدم الشانكليش. هلا شو الفرق بين الشانكليش الطيب واللي مش طيب؟ اذا هو زيته اللبن والحليب. اول شيء نوع اللبن، يكون حليب بودره او حليب بقر. شانكليش اطيب واطيب بيكون مخلوط مع ماعز او غنم مع بقر. اوكي. نوعيه الزعتر كمان بتختلف. ايه هالاشياء الصغيره، نوعيه البابريكا كلها إيه؟ بتعطيك الانجريديان يعني إيه؟ بيكونوا منيح بيكونوا طيبين. ما هو الفرق بين الشيء المنيح والشيء المش منيح شيء بسيط. اوكي هلا عم بفرم بصل ناعم للرايطه. بعد في سؤال اجى، شاف الكعك اليانسون لما يكون طري يكون بيقروش. يلا هلا بنعلمها. هيدي بتكفي، بس انا ما عندي اصغر، بس اضطريت استعملها، بس هلا ما بنكبها
اكيد مين بده يكبها؟ هون لبن على الحل، هاي اللي بنسميها الرايطة يلي بتتقدم مع برينة اللحم وبرينة الجيش، اما برينة السمك ما بتتقدم. ايه شايف برينة اللحم، اي نوع لحمة بدهم يجيبوا؟ فين يجيبوها من الكتف او من الرقبة تبع العجل، او لحم ضاني غنم من الباط كمان او الفخذ. هلا الفليفلة، استعملنا نص اخضر للاكلة ونص كمان اخضر للرايطة، كمان هلا احمر نفس الشيء، استعملنا نص هون. إذا بدنا فينا نستبدلها بفليفلة حلوة إذا ما بدنا إياها حرة. إيه ما بده، بس أصولا هيك يعني. أنت إذا رحتي هلا أكيد ما بشلفته، بس فيها طعمة حر. إيه. هلا إذا أنت قلتي لي أنا رايحة لعندك وطلع عبالي هي برياني. تعمل هيدا الحر. إيه أنا بعمل لك إياها هيك، بس إذا قلتي لي ما بحب الحر. أوكي. ما بنحط حر. اشرح لها اليانسون البقر ايش يعني، بدها تسويه بالزيت، عفوا بالزبده. ايه؟ مش بالزيت ولا بالسمنه، ولكن يعني توقف مع محطه اعلانيه ومنتابع حلقتنا عبر شاشه تلفزيون لبنان. تابع حلقتنا انا والست هدى. هلا عندنا الدجاج هون استوى تقريبا 3/4 النضج، هلا بنحط عليه الارز ومنخلي فيه اللومة. أكيد ما هي اللومة للبرياني يعني. نحركه حركة واحدة، منحط معه زنجبيل بودرة الكاري حب هيل ناعم وبهار أسود حلو، هو رح حطهم كلهم أبي حرص. جوليات بتحب البهارات، كزبرة وكمون مع بعضهم، بابريكا، ملح، بدل في الكركم مش هلا بنحط ومنحرك. عفوا يلا حرك يا عمي معروف. بس نضيف الرز مش عم نقوي النار شوي لانه بيبرد. خلص منسكرها. ايه شايف؟ ايه منجيب ملقط منجيب الفحمة هيدا. هلا شغل الفحمه، خيار. شفت بتعرف الخيار عندي بالجرب صارت منقوره، يعني لازم ياخذوها على المتحف، متحف على البرد. ايه على البرد. خفف شوي النار.
لا بعد هاتي. نفرم الخيار. إذا نقول هون شو حطينا شيف؟ اللبن حطينا معه بصل، ثوم، زنجبيل، فليفلة حرة. ثوم حطينا. ما حطيت ثوم. هونيك. لا بس مشان نوضح. أوكي هونيك. بس هون فينا نحط ثوم ولا لا؟ ما بتزبط؟ ما بحبه ما بعرف. يعني اخترعه على اللايطة ما كنتش ما معه. كان في ثوم. أنا ما كنتش معه. إيه بس إنه الزنجبيل هو نوع من أنواع الثوم. أوكي فإذا بصل، زنجبيل، الفليفلة. وبناخذ اتصال. ألو. الو الو بونجور. مرحبا شيف انطوان. مرحبتين. معك مدام كلود الدبس من ابلح. ايه اهلا وسهلا فيك. اول شيء نعيد عليكم بخير عيد مربوط راس بولس. تسلمي تسلمي وسلمة قلبك. تسلمي شكرا. وبدي اسالك اذا بتريد اذا امكن هلا نيه رح انطرك على انا بسمعك على التلفزيون، بدي اعرف كيف بيعملوا المشمش المجفف، في عندي شوي وعندي شوي خوخ، بعد اذنك لحتى اقدر جففهم احلى ما ينتزعوا يصيروا للكب، بس هلا اذا امكن. تكرمي. ميرسي، انا رح اسكر التليفون بسمعك على التلفزيون. ما اكلها بالبرد المشمش عندي؟ باردون؟ ما اجى علي برد؟ ما سمعت. برد برد ما اجى علي السبت برد. ما عم بسمع، رح اسمعك على التلفزيون اما عم بسمع على الفرن. يلا تكرمي تكرمي. يعني الشيف ما اجى عليه برد للمشمش عندك؟ يلا. ما سمعت. لانه اذا اجى وانخزق ما بيزبط. مشان هيك عم بسال انا. هلا بنشرح لها. اوكي منقول الفكره انه اذا اجى برد على المشمش وانخزق ما بنقدر نعمله، خلتكم حبه كامله. مظبوط حبه كامله مظبوط. هي الخيار هو اكثر نسبه خيار فيها. نحن معودين خيار ولبن. خيار ولبن زياده فليفله وبصل. فليفله وبصل وزنجبيل. وزنجبيل هلا يعني نحط وكزبره، فيها كزبره كمان يمكن من شناك ما فيها توم ما بعرف ليه. زنجبيل. ايه بس بالعاده شايف نحن وقت نعمل شيء فيه كزبره بنحط له توم. هيدي البروفنسال. البروفنسال ايه هيدي فرنسويه. هلا عم تحكي هندي ما بعرف تطور الاكل بالهند كيف. هلا هي قصه الاكل كلها زوق. اول شيء ذوق بعدين تجارب. ايه مظبوط. كيف طلعوا بس ببلادهم هن التجارب هالقد. ايه لانه هن التوم عندهم زنجبيل. مظبوط مشان هيك مش مستعملينه. وبناخذ اتصال. الو الو شيف انطوان. نعم. انا بدي منك تعمل معروف، بدي اكلي هي بتنحط بتنعمل على الصينيه الغريبه يلي بين الابيض والابيض في لون الزهر، هاي بالمحلات الحلو العربي بيكون عاملين منها، اذا ممكن تعمل لي تعطيني الرسات او تعمل شي مره مقابلنا على التلفزيون. تكرمي عيونك. يعني بحبها بحب انه اعمل له اياها. ايه تكرمي مو المعروف. تكرمي عيونك. ميرسي. بخاطرك. يا هلا هون بعد اللبن بنحط ملح. لا لانه اجمالا بحطوا شوية ملح لللبن والخضرة ضفناها شوي صغيرة لالا. هلا الزنجبيل اللي بعدها اذا ما عندكم استعمال فورا لفوها كلين فيلم وبتهدي بالبراد شهرين. هيك رح نعمل هلا ما هيك؟ يلا كشفي لي هون نشوف شو في صار. خلي معروف بدها شوي. ايه بنحط الكزبره. هلا
لا بدون بدون تحريك بس تحلمس تحلمس ايه اكيد الرز ما بنحبه تحلمس حط على النار مقلية شوية زيت ونحط الكاشو خلص شلي وهي خلص كده انا هاي بدي استعملها حط فيها فحمة شيل كان فيها زنجبيل شلناه هون ومناخد اتصال الو 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 بونجور مين شيخ انطوان؟ نعم معك يوسف كرم مزرعتي شو؟ ايه اهلا وسهلا فيك حبيبي الله يشفيك تسلم تسلم حبيبي كلا يا نسمع صوتك يكون منيح شكرا حبيب القلب كلك دار خلي لك عائلتك بدنا شي مغربية كيف تنعمل على عدوك ايه تكرم عيونك حبيبي حبيب القلب الله يشفيك تسلم كلك سوا كلك دار عزوي عزوقك؟ بتعرف قدي صار حق كيلو المغربية؟ حزوت اليوم مليون ألف سبعين يعني حتى ما في شيء رخيص إذا المي عم تشغيل الألف لتر 150 ألف أوكي هيدي الفحمة بدي يكونوا مع بعضهم بدي شيل الزيت ما بدي كبه بدي استعمله مع البرياني لأنه قليل والكاجو نحطه على حدا ونرجع نبخر طيب. أوكي لكنها تم ومناخد اتصال ألو 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 بونجور يعطيك العافية شيف أنطوان الله يعافيكي بدي أسألك عن الشاكرية كيف بيعملوها إيه تكرم عيونك بخاطرك يلا فينا نشيل نشوف مولك كشفي للطنجرة شوية الزيت في استعملهم هون منو كتار والوقت زيته بيعطوا نكهة نرجع منغطي هلا بدي ذوب كركم اوكي اعطينا ماي بس تصير خلي لي اياها الملعقة بس تصير كشفي هون شوي عملي معروف الطنجرة الرز مية الرز حسويته مش قبل يكون بعده اعلى بجيب بعمل هيك بعمل زيحين بس على نفس الزيح نوّس النار برجع بسكر عليها
هلا حطي لي الفحمه هون ملط اوكي كده جولي محارب اوكرانيا يا يا حرام ايه ونحط عليها يا بخور كشفي ونحطها هيك سكر هيت بخير بنسميه جلاب هيك بنبخره كانوا من زمان المعمول يبخروه كمان هلا ليضبط مزبوط بخور فينا نعمل شقفة نبلولي ماي خليه يسمى الصلي ونسكر هيك مشان يضبط أكتر أوكي بس مش هلا أنا بدك تحط الشقفة تحت الغطا شايف لا خلص كمان فيها تزبط ايه فهمت بار برنسيب يعني ماشي البخور جنس أصلي هولي أوكي هون إنه إذا حطيت الشقفة وسكرنا الغطا بيضبط ايه يلا هلا هلا شو هون شو بدك بدنا نعمل هاو خلص انا بشيله هاو خلص اوكي في عنا المواد بعد ايه هنحطه اخر شيء وهو التوابل خلص والزيت وبناخذ اتصال الو رح نشوف مقادير البرياني عبر شاشة التلفزيون لبنان بعد ما شفنا المقادير بدنا نشيل الفحمة هلا هاي الفحمة
ممنوع بلاستيك، ممنوع ازاز اذا مش اصلي، اذا ما عندكم فحم عادي بالبيت او فحم ارجيلي اي عود يحط بي تمشي معه. ايه اوكي. هلا منحط موارد، عفوا مظهر، ومنغطيها. اوكي شيف، بدك تقول يلا شي يعني بلش مشمش المجفف؟ يلا البشبوش او الخوخ المجفف مثل بعضه. ممنوع تكون الحبة مخزوقة او مضروبة، بيتغسلوا وجهين ثلاثة وكله شايل هيك. ممنوع نحط بالمصفاية ونعمل لها هيك، هذا ضحك عدون بيسموه. منجيب لترين مي، منحط معهم ثلاث ارباع الكباية رماد، رماد الحطب او الفحم، نحركهم مع بعضهم، نتركهم ينقعوا فيهم 20 دقيقة، نرجع منصفيهم على شاشة ومصفاية، نرجع بضيف عليهم. لحظة شيف، هون شو مصفيهم على شاشة ومصفاية؟ يعني هاي مصفاية اوكي، نقعينهم للمشمش او للخوخ بالرماد؟ لا بعد ما نقعني. انت شو انا قلت ماي ماي وحطيت فيه رماد، حطيت فيه رماد وبتركه 20 دقيقة. 20 دقيقة برجع بدي صفي. هلا بحط هاي الشاشة اوكي او قماش رقيقة تنعتبر هاي اوكي. ايه وبحطها هيك. ايه بدك تصفي مية الرماد يعني لينزلوا صافيين ورقاق. اوكي، يعني صار فيهم رماد بس مصفيين. صف اوكي، هون رح نحطهم بقنينة. هلا قبل نضيف عليهم ملح خشن، ملعقتين كبار سكر، 3 ملاعق كبار، وزيت نباتي فنجان قهوة. اوكي، نحركهم مع بعضهم. هون المي قد ايه كميتها؟ لترين. لترين. نحركهم مع بعضهم، هلا بننقع فيهم المشمش او الخوخ الكامل. برجع بقول ممنوع يكون مضروب في شيء. اوكي. بتركهم معهم 3 ساعات. بشيلهم هيك عم مصفاية وبرجع بفلشهم على شراشف قطنية مش نايلون أو أطباق قش أو شي خشب، حيالنا شي مش نايلون. إيه أو خشب، لا ستانلس ما بيزبط كمان. أوكي، معدن مثل هاي ما بيسوى. ليه؟ أوكي، ليه؟ نعرف ليه، لأنه بس تضربوا الشمس بده يعرق. كيف واحد بيروح على البحر لو رايح على البحر بس يسبح شوي ويطلع بيقعد بالشمس بيعرق. هالعرق اللي بينزل اذا نزل على قطعه قماش قطن تشربها، على طبق قش تشرب، على خشب بيشرب، على خشب. اما معدن مثل هيك ما بيشرب، تتفاعل مع الشمس تهريه. اوكي. لا هودي كلهم ده شغلات كثير حساسه. ايه لحتى ستانلس ما بيسوى، نايلون شرشف نايلون طولي ما بيسوى. ممنوع نضربهم على الشمس. اوكي، مجرى هواء. مجرى هواء بدهم 28 يوم بالاول. هلا فينا اذا بالنهار طلعناهم ساعتين على الشمس منيح ما بيأثر، بس كل 6 ساعات بدنا نرشهم، بدنا نحاول نعبيهم بقنينة رش ونرشهم، منرشهم لمدة 24 أو 28 يوم حسب الغيم. أوكي. ومن عشية بدو يتغطوا. آخر شيء بنشمسهم يومين ورا بعضهم وبصير عنا المشمش أو الخوخ المجفف. وهي زيتها بتمشي على الزبيب ما هيك شايف؟ نعم. على الزبيب يعني على العنب؟ آه هي زيتها. هي زيتها تبع الزبيب. يا. أوكي. نسكبها للبرياني. اوكي،
ده نحن بنشكرك على الطبق الطيب من حي ست جوليت بهولندا ومنقلها الطبق على شرفك. بتعرف مين عم نحيي كمان؟ كل التلاميذ البروفي متمنين لهم النجاح وجاهم الخير. مع الشتي ان شاء الله تكون عجبتك يا ست جوليت هالاكله اللي هي اساسا هنديه كمان تتساوى بالعراق ودول الخليج. حلقتنا اليوم انتهت على امل ان تمر هذه الايام بسلام. كان عندنا برياني بالدجاج مع الرايطه. من لكم باي باي.